موضوع هو شغلنا كلنا خلاص بقى في السنين الأخيرة، وكلنا اتكلمنا فيه كتير جدا عن السوشيال ميديا، بس الموضوع المرة دي مختلف جدا. مختلف ازاي؟ لأن في راجل أمريكي كده صحي من النوم قال لك أنا خلاص أنا بقى عندي إدمان للسوشيال ميديا، أنا بستخدم السوشيال ميديا 19 ساعة على مدار اليوم. فأنا مش عارف، هو تقريبا ما بينامش، يعني تقريبا هو السوشيال ميديا واخدة حياته كلها. فهو قرر إن هو قال لك لا، أنا خلاص كده أنا بقيت مدمن سوشيال ميديا، أنا لازم أعمل أي حل علشان أخرج من الموضوع ده. فقرر بقى يعمل إيه يا جماعة؟ إيه بقى؟ قرر يعمل الراجل الأعمال ده يكتب يتطلب، يعني إيه ده؟ ليه ولا كلمة؟ قرر يعمل إعلان بس كده؟ لا، عمل إعلان، قام يطلب موظفة، وقرر إن هو كمان عاوز يدفع للموظفة دي $8 بالساعة. فلقى في والله 20 واحد ردوا عليها، والله ردوا عليها 20 واحد كده، ونقى بالاخير بنت. هيعمل ايه بقى الشخص اللي هيعينه ده؟ هيعمل ايه الموضوع ده؟ انا قلت بس مش هقوله، انا قلت انا هخش على بداية الفقرة ومش هقول. ممكن تحط الكاميرا عليا؟ اهو هيديني بالقلم كل ما يفتح السوشيال ميديا. فمش عارفة لو الحركة لذيذة ولا غريبة، ولا يعني مش حاسة انه ممكن انا خلي يعني ابعد عن حاجة علشان حد يديني في الالم. لا، لو الانسان لازم يكون عنده ايه عنده ارادة. ايوه، عنده فلوس، عنده فلوس يدفع $8. انت عندك مشكلة مع الفلوس؟ يعني لازم كل حاجة بترتبط معه. حاجة رهيبة $8 طبعا. انت بالنسبة لك عايز تروح بسرعة توك توك لامريكا توك توك، مش طياره. روح ننحت النحته دي بتاعت $8. ايوه بالظبط، ما طياره هتاخد اللي انت هتروح تجيبه. وبعدين ده انت هتضرب بالقلق، يعني مش حاجه مش متعبه. بس الراجل ده برضه اعترف انه الست دي غيرت له حياته وطريقه، صار هو ينجح واتجوزها بعد كده. يا هاي، لا لسه ما عرفش، لسه ما اتجوزهاش. لا لسه ما عرفناش التفاصيل دي. وهو كمان قال انه صارت الانتاجيه تبعته زادت 4 أضعاف. فالواقع خلص، لانه اذا 19 ساعه يعني فاكيد، فصار هو يقعد حتى. في ناس كده بتيجي بالضرب. أيوه. يعني لازم تتدرب عشان الانتاجيه بتاعته تزيد، مش مثلا عشان مش الانتاجيه بتاعته زادت مثلا عشان السوشيال ميديا مثلا عندها مثلا حاجات برضو زي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات. اكيد طبعا. مثلا ما ينفعش ان احنا نقعد طول الوقت ماسكين الموبايل وعمالين نسكرول، وتطلع من الفيسبوك على الانستجرام، وتطلع من الانستجرام على الواتساب، وتطلع من الواتساب على تيك توك، انت ايوه تلاقي نفسك فعلا دوامه، تلاقي فجاه. عارفين ايه الرقم القياسي اصلا لازم الانسان يضيعه على السوشيال ميديا في اليوم؟ ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق هم حلوين. يا سلام، هم 10 دقايق. الحق ارد على مين ولا مين بقى في 10 دقايق؟ لا انت بص، انا رايي بالنسبه لي ما بعتبرش الواتساب من جماعه السوشيال ميديا. مش بعتبره اتس لينك. لا بالعكس، واتساب انت ممكن عم تبعت، عم تاخد ابوينتمنتس، انت عم تتكلم حاجه صح، حاجه كويسه، مش انه تضيع وقت وفيديوز وستوريز. هي بصي برضو خلينا نقول ان الفكره من ال 10 دقايق يعني ممكن يكون مقصود بيها برضو اللي هو ايه، يعني احنا هو بيقول بيقضي وقت 19 ساعه. 19 ساعه دي تقريبا هو كده ما بيشتغلش، وهو فعلا ده اللي كان متقال برضو في الخبر، ان هو كان مقصر جدا في شغله، وكان شغله بيتدمر بسبب من كتر ما هو مركز اكتر على السوشيال ميديا. ومع الوقت لما خلاص عين بنت او ست ان هي خلاص بتراقبه في التحركات دي، ان هو ما يمسكش السوشيال ميديا ولا يجي جنبها، بدا شغله يتطور، بدا يكون في انتاجيه افضل. والمقصود زي ما هي قالت برضو ان حته ال 10 دقايق ان بيكون استخدام السوشيال ميديا زي ما احنا كده عارفين، اي شيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. فدايما نكون نحاول نرشد، بس نحاول ده مثل معروف جدا يعني. اول مره اسمعه. طب يا جدعان، انا لو شفت حد فيكم ماسك الموبايل بتاعه تاني وبيقلب في السوشيال ميديا، انا ما انا بقول هيبقى لينا هنزعه الام بظهر ايدي اللي هو بتسوي. بس ما حدش عينك. لا، ما انا عايز مش تاخد فلوس. انت فاكر لما هتضرب هتاخد فلوس؟ مش حاجات فلوس. انتوا دلوقتي بتقولوا للناس والمشاهديننا في البيوت وكل اللي بيتفرج علينا ان الالم جاب مع الراجل نتيجه. خد بالك الراجل ده يعني ده شغله مش الامريكان بقوا دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيشجعوا على العنف. ايوه. لا لا خالص، لا ملناش دعوه طبعا، مش تشجيع. اكيد اكيد. لكن انا برد عليه في حته اللي هو السوشيال ميديا. لا، احنا شغلنا كاعلاميين او شغل الميديا عامه كممثل مخرج اعلامي او اي حاجه، شغله مرتبط دلوقتي اصبح بالسوشيال ميديا اكتر. طبعا. ولسه على فكره بره الهوا لسه شريف كان عم بيقول من النوع ان هو لو ما بيشتغلش في حته الميديا ما كانش هيكون موجود عنده اي حاجه على السوشيال ميديا. انا مع انه يكون الواحد بالعكس عنده حاجات على السوشيال ميديا وبيستعمل السوشيال ميديا، لانه اول حاجه السوشيال ميديا بتتعلم منها، بتعرف حاجات كتيرة انت ما كنتش عارفها. مثلا انا النهارده عرفت من السوشيال ميديا انه اكتر دوله بيقضي سكانها وقت على السوشيال ميديا هي الفلبين، وبيقعدوا 243 ساعه.
اما اقل دوله 243 ساعه في اليوم. دقيقه سوري دقيقه دقيقه. اوكي. واقل دوله اليابان بحوالي 45 دقيقه بس. كنت لازم اقراها لانه مبسوطه قوي عليها بجد. في حاجات ممكن نتعلمها من السوشيال ميديا، ما زي ما قال شريف، الواحد لما يعمل الحاجه كتير خلاص يعني بيبوظها. بس انت مدركه انت مثلا ممكن حياتك تتغير قد ايه لو هتقعدي ال 10 دقائق اللي انت بتقوليهم دول على السوشيال ميديا بس؟ يعني تقعدي بس 10 دقائق في يومك بس للموبايل والسوشيال ميديا، وباقي اليوم انت بقى عماله تنجزي في حاجات وتنتجي في حاجات. ايوه هتنتج قوي. بص انا حاولت اعملها مره، حاولت اعمل انه انا بس افتح تليفوني على بس مرتين في اليوم اللي هو على السوشيال ميديا. اول ما اصحى الصبح وانا بشرب قهوتي كده اقعد اشوف مثلا، ودي بتاخد حوالي 8 ساعات يعني فيسبوك واعمل دول. ايوه بتقعد 8 ساعات دي بتاخد. لا لا هي الساعه 10 وتيجي البرنامج الساعه 3 بشرب فيها القهوه. وكنت قبل ما ادخل انام برضو ابص على حاجه، بس ديورينج ذا دي ما كنتش اعمل كده. لان انت اوريدي بتعملي كده. ايه؟ ايوه يعني during the day. ايوه لا انا خلال اليوم اكيد بضلني كل شويه لف شعريه. هم علشان نكون برضو واضحين اكتر عشان احنا هنخش في جدل مش هنخلصه. المقصود اكتر من الموضوع كله ان في 12000 شخص كمان يعني عجبتهم الطريقه بتاعت الراجل الامريكي دي، ان هم شافوها ان هي ممكن تكون مجديه معاهم. ده جانب. انت بتضحك وهسالك بتضحك عليه بس لما اخلص الاسترسال بتاعي بعد اذنك، مش عشان ما بحبش حد يقطعك. طيب لكن المقصود يمكن هاي بتقول ان هو مرتين الصبح ممكن يكون صعب، لان زي ما انا قلت لك حكم شغلنا وحكم حياتنا لازم نكون مرتبطين اكتر بالاخبار بالدراسات، بنتطلع على كل حاجه بتظهر على السوشيال ميديا. لكن احنا بنتكلم ان ال10 دقايق دي ممكن تكفي اي حد هو شغله ملوش علاقه بالسوشيال ميديا، يعني مثلا موظف طبيعي جدا ملوش علاقه، قصدي بالميديا يعني. ده قصدي ممكن يكون في حياتنا كميديا تكون مختلفه شويه عن الطبيعي بس. فده يعني اعتقد رايي في الموضوع. على فكره المخرج قاعد ايوه ايوه انا عماله ابص. لا ما المخرج لسه كريم بيقول لي لا انا مش عارف دي مقصوده الحركه دي صح؟ دي مقصوده صح؟ لا ما كريم لسه كان بيقول لي ما سمعتش انا كنت بتكلم. كان عم بيقول لي انا مش عارف اخد منكم رياكشنات، مش عارف اقطع عليكم الكاميرا لانكم ماسكين التليفون في ايدكم. اقسم بالله هنضيع بسببها فيهم في يوم. عادي انا اهو وانت اهو يا عم خلاص بقى. بيحبوا يعرفوا بيحصل ايه كمان من وراهم، فانا ما بخليش حاجه في نفسهم. ليه؟ ما احنا بنطلع لايف ساعات يا جماعه، بنطلع لايف برضو على البيج كده الخاصه بتاعت انبوكس على الفيسبوك وبيبان كل حاجه. فلو حد عايز يشوف بقى ايه اللي بيحصل هتلاقوا ده بيحصل قبل الهوا كل حاجه يعني. فالحمد لله يعني ربنا